حركة فتح تؤمن بتعدد أشكال النضال. من حق الشعب الفلسطيني أن يقاوم، ومن حقنا ومن واجبنا أن نتمسك بخيار المقاومة. لا يجوز التضحية بخيار المقاومة. إيش اللي كان صاير بعد أوسلو وبعد إقامة السلطة الوطنية؟ أن هناك من اعتقد أن المفاوضات كافية لتحقيق الحقوق الوطنية، وهناك من اعتقد أن المقاومة لوحدها كافية لتحقيق الحقوق الوطنية. وأنا ممن قالوا بداية الانتفاضة لا جدوى من المفاوضات بلا فعل مقاوم على الأرض، وبنفس الوقت ما بيجوز المقاومة تدير ظهرها للعملية السياسية.